ومن مباركات هذا العمل ومن إنجازات هيئة خدام المهدي عليهم السلام عليه السلام صحيح. معنا اتصال من تونس منيرة العبيدي لإعلان تشيع. ما شاء الله. أخت منيرة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخت منيرة أخبرونا في الكنترول أنك تريدين إعلان التشيع، نريد نبذة بسيطة، كيف بدأتي هذا البحث وكيف توجهتي ووصلتي إلى قناتي فدك وصوت العتر عليهم السلام وهيئة خدام المهدي، وما الذي كان الباب الذي بدأتي بفتحه للدخول لعالم التشيع؟ تفضلي. منذ أن كنت صغيرة دائما أتساءل لماذا كل الأنبياء نعم نسمعك تفضلي. منذ أن كنت صغيرة دائما أتساءل لماذا كل الأنبياء يرثونهم أبنائهم من العلم والثروة والمنبر والحكم إلا سيدي رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم، ودائما أتساءل لماذا الأغراب لعنة الله عليهم مدفونين بجانب سيدي رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم، وأبنائه سيدنا الحسن والحسين ليسوا بجانبه. المعلوم أن آل البيت لهم السيادة والقيادة والريادة حقا وصدقا وعدلا. أمر رسول الله الأمة أن تصلي عليهم وتسيدهم، والأمة طمست معالم فضاء أهل البيت فصاروا يسيدون الصحابة والتابعين. من هنا عرفت التزوير والخداع والكذب والظلم. أصلي من قبيلة الأشراف من ذرية سيدنا الحسن عليه السلام، من قبيلة صغيرة 10 بيوت من السادة آل البيت، نحن متشيعون بالفطرة أبا عن جد، لا يهمنا في صحابة ولا تابعين، همنا الوحيد ولاية جدنا الأعظم رسول الله صلوات الله عليه ما شاء الله. وأبينا الأكبر سيدنا أمير المؤمنين علي عليه السلام، ومولاتي وسيدتي فاطمة الزهراء عليه السلام، وأبنائها الأئمة الأطهار من مدينة غرب تونس، وعميد الأشراف سيد الدكتور محمد رضا الشريف الذي يدافع دائما ليلا ونهارا بكل حرقة على آل البيت ويبين فضائلهم وشرفهم. نحن نقتدي به هنا ويعلمنا الدين الشيعي الحقيقي. نحن رافضون كل ظلم وقهر جرى على سادة الدنيا والآخرة، ولن نسامح كل من أسس علينا الظلم والقهر والجور إلى يومنا هذا. يا رب إننا مظلومين ونبرأ لك من كل ظالم وطاغ. يا ظلم سيدتي الزهراء وروعها، وظلم سيدي علي، وكل من خوف وروع أسياد الحسن والحسين عليهم السلام. بارك الله فيكم. جزاك الله رحم الله عبرتك. لا نخلقها ليلا ونهار، وإذا نمنا نتركها مفتوحة تبركا لأسياد سادة الدنيا والآخرة عليهم السلام. لكم جزيل الشكر. تحياتي لسماحة الشيخ ياسر الحبيب ولطاقم القناة المباركة فردا ولسماحة السيد أحمد الموسوي. عندما بدأتم التبرع لفيلم مولاتي وسيدتي الزهراء كنت أبكي ليلا ونهار لأني لم أجد وسيلة للتبرع. شكرا لكم وجزيل الشكر. بارك الله بك. جزاك الله خير الجزاء ورحم الله عبرتك أختنا. كيف تعرفتي على هيئة خدام المهدي وقناتنا؟ تفضلي. سيدي الدكتور محمد رضا الشريف. نعم هو دائما يظهر عندنا، يتصل على قناتنا في جميع برامجنا، وهو باحث جيد في الحقيقة. جزاه الله خير الجزاء. من نفس القبيلة بارك الله فيك. نعم جزاكم الله خير الجزاء، ومعك سماحة الشيخ ليلقنك شهادة الإسلام الحق. على بركة الله تعالى. قولي أختنا الكريمة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لا شبيه له ولا نظير. وأنه لا شبيه له ولا نظير. جل جلاله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وسيد الخلق أجمعين. ومبرأ من كل عيب وشين. صلى الله عليه وآله.
أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن فاطمة الزهراء. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله. وأبناءها المعصومين حجج الله. صلوات الله عليهم. صلوات الله عليهم. أبرأ إلى الله. أبرأ إلى الله. من أبي بكر وعمر وعثمان. من أبي بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. أشهد أن أبو بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة. في النار. في النار. صلوا على محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. هنيئا لك يا أختنا الكريمة، وأسأل الله تعالى أن يرحم عبرتك هذه وأن يجمعك بجدك المصطفى وآله الأطهار في الجنة إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله بك. جزاك الله خير الجزاء، وهنيئا لك ركوب سفينة النجاة التي هي أسرع كما عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا سفينة الحسين عليه السلام، وبها تنجو الأمم والخلائق إذا ما التحقوا بهذه السفينة، ومن تخلف عنها غرق وهوى. هنيئا لك وشكرا لك لإفراح قلوب الملايين من الشيعة الذين تابعوك الآن لإعلان هذا التشيع.